ومعانا اول اتصال من الاستاذه فايزه. استاذه فايزه، ايوه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي. لو سمحت سيدي، انا دلوقتي ازاي اعرف ان انا قريبه من ربنا؟ انا سمعت في التلفزيون مع شيخ في حديث بيقول الصلاه والنوافل والحاجات دي ما تقربش، وحكي يعني الواحد بيعمل اللي ربنا بيقدره على بيعمله. طيب، فانا ده بيقول لك ده كله مش مهم، امال ايه المهم اللي انا اعرف؟ هو قال كده؟ هو قال ده مش مهم؟ هو مش انا مش هو مش كان هذكر. حاضر، خليني طيب اقول لحضرتك، اقول لحضرتك نعمل ايه. طيب اول حاجه، بس بالله على حضرتك ما تخليش الكنترول يقفل معايا. طب خليك اهو، خلينا مع بعض. واسالك هل ده فاهماه ولا لا، وهل ده تعملي ايه في حياتك؟ اول حاجه حاجه فايزه، اول حاجه عشان تعرفي انت قريبه من الله ولا لا، اول حاجه ان انت تقبلي على الله سبحانه وتعالى بقلبك. يعني ايه تقبلي على الله بقلبك؟ يعني تحسي ان قلبك مشتاق الى الله سبحانه وتعالى. طب تعرفي ان قلبك مشتاق الى الله ازاي؟ بالاسراع في العباده. لو حد صلى على حضرة النبي تلاقي لسانك بيلهج بالصلاة على حضرة النبي، تلاقيكي كتير التسبيح، تلاقيكي الحمد لله. دي أول حاجة. الحاجة التانية الحمد لله، تلاقي قلبك مش تقيل عليه العبادة. لا الحمد لله. ما أنا بقول لك أهو، أنا بساعدك أهو. يبقى تلاقي قلبك مش تقيل عليه العبادة، لا العبادة أنت مشتاقة إليها وعايزة. طب إيه علامة إن العبادة مش تقيلة عليكي؟ إن أنت تداومي عليها وتكثري فيها. طيب ادي تاني، ادي تاني حاجه، يبقى تكوني مشتاقه. تاني حاجه العباده مش تقيله عليكي، وده ليه علامه، علامه ان انت تكثري وعلامه ان انت تداومي. العلامه الثالثه ان انت تحسي ان انت عندك احساس ان انت ممكن تضيفي. يعني ايه تضيفي؟ تبصي كده، طب انا لما اضيف انا كده خلصت الحاجات دي، تروحي انت ضايفه ايه بقى؟ حسن الخلق بقى. هنا يجي بقى دور حسن الخلق. يبقى العلامة التالتة من قرب الله حسن الخلق. يعني ما ينفعش ان واحد يقول لي انا بصلي واصوم ومش حسن الخلق، لا ده مش قرب. ليه؟ مين اقرب الناس الى الله سبحانه وتعالى؟ احسنهم خلق. ومين اقرب الناس الى الله؟ حضرة النبي. ومين اقرب الناس الى حضرة النبي؟ احسنكم اخلاقا. يبقى اللي عايز يبقى قريب في اقرب مكان من مولانا سبحانه وتعالى اللي هو بيكون في حضرة النبي يكون حسن الاخلاق. يبقى ثالث حاجه حسن الخلق. رابع حاجه اللي حاصل ان انت يكون دايما عندك رجاء وامل في الله سبحانه وتعالى. يبقى انت عندك رجاء وامل، وحسن الرجاء بيدفعه ماذا؟ الخوف من الله والخشيه من الله. يبقى عندنا هم اربع حاجات هم. اول حاجه ايه؟ الشوق الى الله سبحانه وتعالى، وعرفنا علاماته ايه. تاني حاجه ايه؟ قلنا ان انت كمان تعمل ايه؟ تداوم على العمل. ثالث حاجه ان انت تضيف الى ده حسن الخلق. رابع حاجه ان انت تعمل ايه؟ ترجو الله، وانت في جوه رجائك خشيه من ان الله سبحانه وتعالى لا يقبلك. كده يبقى انت قريب من الله. طب اضيف لحضرتك حاجه، قول يا ست. وايماني بقدري بالله بكل شيء، اللي هو ربنا اللي بيصيبني ببقى مؤمنه ان ده ربنا كاتبه لي، مش ده تقربي الى الله. ماشي. ده ده علامه من على ده ده على ده حاله هتحصل لك لما تعملي الاربع حاجات دي. ان انت يبقى عندك رضا، ان انت يبقى عندك سكينه، ان انت يبقى عندك طمانينه. احنا بنقول نعمل ايه عشان نحس بالقرب؟ ربنا يفتح علينا بايه بقى؟ ده ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.